أنت تعرف كثير الحوارات، شو ممكن تحط له عنوان؟ والله أول شيء لازم نقول ونتفق بأنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة الماضية هذا هو روح النصر. يعني تشوف بطرس، شوف معها، صور معها على طول روح النصر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تشعر وانت تشوفه داخل الملعب وحرقته وحماسه وحرصه على عدم الخسارة، وكأنه مقطوع سره وين؟ في العريجة. أضف إلى ذلك دائما يفكر في المنظومة، يفكر في انتصار للفريق، ما يدور على انتصار شخصي زي بعض الناس. أوكي؟ يفكر دائما أنا أبغى النصر ينتصر. أخطأ عبد الرحمن الحلافي والسويكت في مرحلة من المراحل وأعلنوا عن الاستغناء عنه، والجميل أنهم لما أدركوا أنهم أخطأوا قاموا ورجعوه. أنا في تقديري مع كل الاحترام والحب والتقدير لمسيري القرار داخل البيت النصراوي واللي يحترمهم وعزهم، وتحديدا صديق ورفيق العمر مسلم عمر، لما تجي تقول انسلموا ولا بطرس، في روح الفريق ومنظومة الفريق وتركيبة الفريق وأداء والبحث عن الانتصار، لا، بطرس ينتصر على الجميع، بطرس ينتصر حتى في مرحلة من المراحل على حمد الله، جوليان، ومرابط، اللاعبين المحليين، شيء لا يعقل. أضف إلى ذلك أنت وأنت وإحنا يعني أنا وأنت خبرة في مثل العمل الميداني والحوارات الميدانية، وزي ما قال بركان كشف لك عن فرق بين يعني الفكر اللي تحدث فيه، يعطيك تصور وانطباع لماذا بطرس داخل الملعب يحترق وكأنه ابن مولود داخل نادي النصر. حقيقة يعني هو زي ما قال أيضا الأستاذ الكبير أبو تركي، هو امتداد لنجاح كورة في تقديم محتوى هادي ومتزن، ويستطيع أن يعني يقدم بشكل مقنع للمشاهد اللي أصبح فطن ما همه الصراخ والمجالد واثنين ذا الهدوء في إيصال المعلومة والرأي. عنده آراء كثيرة، لكن يعني واحد منها وبختم في الحلقة، ما هو تعليقه على إصابة سلمان الفرج اللي كانت محل الحديث والجدل؟ يقول لك أنا هذه إصابة عفوية وأنا سعدت أنه رجع للمنتخب. والله شوف، هو تحدث عن سواء سلمان فرج، عن سالم الدوسري، عن أكثر من اللاعبين، أقول لك كان فيه اتزان وهدوء وإيصال للمعلومة عن فكر يترجم لماذا بطرس كان ناجحا في ثلاث مواسم بامتياز مع النصر. جميل.